بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير للمدينة العظيمة. مرحبا فضيلة الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ محمد، تحدثنا في لقاءاتنا الماضية عن الصلاة، وعرفنا صفتها، ونود في بداية لقائنا هذا أن نعرف ما هي أركان الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة الصلاة التي ذكرناها في حلقة سابقة تشتمل على أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن ما يقع في هذه الصلاة أو أن ما يكون من هذه الصفة ينقسم إلى أركان وواجبات وسنن على اتفاق فيما بينهم في بعض الأركان والواجبات وخلاف فيما بينهم في بعضها. فنذكر مثلا من الأركان قراءة الفاتحة قبل، فنذكر من الأركان القيام مع القدرة، وهذا ركن في الفرض خاصة لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولا بد أن يقول الله أكبر، فلا يجزئ أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما أشبه ذلك. وينبغي أن يعلم أنه لا يصح أن يقول الله أكبر بمد الهمزة، لأنها تنقلب حينئذ استفهاما، ولا أن يقول الله أكبر بمد الباء، لأنها حينئذ تكون جمعا للكبر، والكبر هو الطبل، فهي أكبر كأسباب جمع سبب، وأكبر جمع كبر، هكذا قال أهل العلم. فلا يجوز أن يمد الإنسان الباء، لأنها تنقلب بلفظها إلى جمع كبر. وأما ما يقول بعض الناس الله أكبر فيجعل الهمزة واوا، فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تبطل به الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه لا يلزمه أن يتعلمها، فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه، وإلا سبح وحمد الله وهلل. الركن الرابع الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام: ثم ارفع حتى تطمئن راكعه. الركن الخامس الرفع من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. الركن الخامس السجود، أو السادس الخامس القيام على القدرة، القيام والإقامة والصلاة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع. السادس السجود لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الركن السابع الجلوس بين السجدتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الثامن السجود الثاني، لأنه لا بد في كل رفعة النسب إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، بعد أن ذكر قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. أما الركن التاسع فهو التشهد
الأخير لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. دل هذا على أن التشهد فرض. ومن ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير للمشهور من مذهب الإمام أحمد. الركن الحادي عشر الترتيب بين الأركان، القيام ثم الركوع ثم الرحم ثم السجود ثم الجلوس بين السجدين ثم السجود. فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته لأنه أخل بالترتيب. الثالث عشر الطمأنينة في الأركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن. والطمأنينة أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قال العلماء وهي السكون وإن قل. فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون، ولا سيما في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فإنك تراهم قبل أن يعتمد الإنسان قائما إذا هو ساجد، وقبل أن يعتدل جالسا إذا هو ساجد. وهذا خطأ عظيم. لو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. وهذا يدل على أن من صلى صلاة خل فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه العمد فإنه لا صلاة له، بل ولو كان جاهلا في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له. والركن الأخير وهو الرابع عشر التسليم، التسليم بأن يقول في منتهى صلاته السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن، وأنه لا يجوز أن يخل بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النفل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ركن التسليمة الأولى فقط في الفرض والنافلة، وذهب آخرون إلى أن ركن التسليمة الأولى فقط في النافلة دون الفريضة، فلا بد فيها من التسليمتين. لكن الأحوط أن يسلم الإنسان التسليمتين كلتيهما. نعم، هذه هي الأركان. طيب ما حكم ترك ركن من هذه الأركان؟ نعم، إذا ترك ركن من هذه الأركان متعمدا فصلاته باطلة تبطل بمجرد تركه. أما إذا كان نافيا فإنه يعود إليه. فلو نسي أن يركع ثم سجد حين أكمل قراءته ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فإنه يجب عليه أن يقوم ويركع ثم يكمل صلاته. لا، ويجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي تركه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي تركه منها. فلو أنه لم يركع ثم سجد وجلس بين السجدين وسجد الثانية ثم ذكر، فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع ثم يستمر ويكمل صلاته. أما لو لم يذكر أنه ركع إلا بعد أن وصل إلى موضع الركوع من الركعة التالية فإن الركعة هذه الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك ركوعها. وهكذا لو نسى الإنسان
السجدة الثانية ثم قام من السجدة الأولى، ولما قرأ ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس أيضا بين السجدتين، فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته. بل لو لم يذكر أنه ترك السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين إلا بعد أن ركع، فإنه يجب عليه أن ينزل ويجلس ويسجد ثم يستمر في صلاته. أما لو لم يذكر أنه ترك السجود الثاني من الركعة الأولى إلا بعد أن جلس بين السجدتين في الركعة الثانية، فإن الركعة الثانية تقوم مقام الأولى وتكون هي ركعته الأولى. وفي كل هذه الأحوال أو في كل هذه الصور التي ذكرناها يجب عليه أن يسجد سجود السهو لما حصل من الزيادة في الصلاة في هذه الأفعال، ويكون سجوده بعد السلام، لأن سجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإن محله بعد السلام لا. كما تدل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إذا تأكد لديه ترك ركن من الأركان، لكن لو شك في تركه. نعم، إذا شك في تركه فهو لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون هذا الشك وهما لا حقيقة له، فهذا لا يؤثر عليه، يستمر في صلاته ولا كأنه حصل له هذا الشك. وإما أن يكون هذا الشك كثيرا معه، كما يوجد في كثير من الموسوسين، نسأل الله لنا ولهم العافية، فلا يلتفت إليه أيضا، بل يستمر في صلاته حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل ولا يهمنه ذلك. وإما أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة فكذلك أيضا لا يلتفت إليه ولا يهتم به ما لم يتيقن أنه ترك. أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة فإن العلماء يقولون من شك في ترك ركن فكتركه. إذا كان الشك في أثناء الصلاة وكان شكا حقيقيا ليس وهما ولا وسواسا، فلو أنه سجد وفي أثناء سجوده شك هل ركع أو لم يركع، فإن نقول له قم فاركع، لأن الأصل عدم الركوع، إلا إذا غلب على ظنه أنه راكع، فإن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه راكع فإنه يعتد بهذا الظن الغالب ولكن يسجد للسهو بعد السلام. وسجود السهو في الحقيقة أمر مهم ينبغي الإنسان أن يعرفه، ولا سيما الأئمة، وقد كان كثير من الناس يجهل ذلك، وهو أمر لا ينبغي مثل من مثلهم، بل الواجب على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. بعض الناس يأتي بعد إقامة الصلاة ويدخل مع الإمام وينسى عدد الركعات التي فاتت، ثم يقتدي بمن في جانبه ممن دخل الصلاة معه، فما حكم ذلك؟ هذا يقع كثيرا كما قلت، يدخل اثنان مع الإمام ثم ينسى أحدهما كم صلى أو كم أدرك مع إمامه فيقتدي الشخص الذي إلى جنبه، فنقول لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه إذا لم يكن عنده ظن يخالفه أو يقين يخالفه، لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في عباد العبادات لا بأس به على القول الراجح. بسم الله الرحمن الرحيم.